عزيز محمد توفيق مراسل قناة الأهلي واللي كان حاضر النهاردة صباحا تدريب الفريق على ملعب مختار التتش. مساء الخير يا محمد. مساء الخير يا محمد، برحب بيك وبكل مشاهدينك الأعزاء وبكل مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. طمني التدريب النهاردة أخباره إيه وما لمسته من متابعة في ملعب التتش وجاهزية الفريق إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي النهاردة الأربعاء، فبتتكلم على التقسيمة الأساسية الشكل النهائي إن شاء الله قبل السفر بكرة للإسكندرية. زي ما اشرت بالفعل يا محمد، يعني النهارده كان التدريب الاساسي قبل المباراه ب 48 ساعه. الفريق بدا يتجمع كان من الساعه 8:30، الساعه 9 كان موجود اللجنه المكلفه من وزاره الصحه لاجراء الرابيد تيست او الاختبار السريع اللي بقى موجود عوضا عن تحليل كورونا او المسحه اللي كانت بتتعمل قبل كده. لكن زي ما متفقين المسحه ما اتلغتش بشكل نهائي، اللعيب اللي بيطلع اي مشكله او اي نتائج غير طبيعيه في الرابيد تيست اللي بيعمله بيعمل مسحه كامله. الفريق كله والجهاز الطبي، الجهاز الاداري، الجهاز الفني باللاعبين كلهم اجروا الكشف السريع النهارده قبل خوض المران. 9:30 على الصوره كل 9:30 كان كل اللاعبين في الملعب. يمكن التمرين استمر ساعه ونص النهارده زي ما انت عارف واشرت في البدايه ان ده التدريب الاساسي قبل الماتش ب 48 ساعه. الفريق كله كان في حاله جيده، يمكن مستر فاير كان باين على وشه جدا الاريحيه النهارده. الراجل تحس ان في ثقه، في ضغوط كتيره اتشالت منه الفتره اللي فاتت، يمكن كان ضغط المباريات النتائج، لكن خلاص الاهلي فرق بفرق كبير، فاضل 8 نقط على البطوله باذن الله. بدايه ان شاء الله تكون بدايه الماتش الاسماعيلي ونقرب اكتر من اللقب الثاني والأربعين. التدريب زي ما قلت لك بدا في الساعه 9:30، كان بدا ببعض الجمل التكتيكيه الخفيفه وبعض التمرينات الخفيفه. طبعا انت عارف ما فيش فرق بين المباريات عشان يبقى في ضغط بدني او حمل بدني كبير في الفتره دي، انت بتلعب كل 3 ايام مباراه تقريبا. فامبارح كان التدريب استشفائي، النهارده التدريب كان الاساسي. يمكن في البدايه بعض الجمل التكتيكيه زي ما اتفقنا، بعد كده تم اغلاق المران، كان في تقسيمه شارك فيها معظم اللاعبين. مستر فايلر بدا يلعب فيها بعض الجمل اللي هينفذها ان شاء الله بعد بكره امام النادي الاسماعيلي. يمكن الحراس كان تدريب قوي النهارده، الثلاث حراس كانوا في حالتهم، كانوا باداء اكثر من رائع، سواء محمد الشناوي او علي لطفي او مصطفى شوبير. يمكن عمرو السوليه ومروان محسن اكتفوا بالجري حوالين الملعب النهارده. السوليه ما دخلش تمرين جماعي يا محمد صح؟ لا لسه، كان بس اكتفى بالجري حوالين الملعب وبعض التمرينات الاستشفائيه اللي بتاهله ان شاء الله انه يكون موجود. طيب. مع الفريق بشكل كامل الفتره الجايه باذن الله. حسين الشحات، حسين الشحات برضو اعرض بعض التمرينات في الجيم، وبعد كده برضو بعض التمرينات التاهيليه بعد في يعني اثناء المران كان بيجري بعض التمرينات التاهيليه برضو في الملعب على يعني حوالين الملعب بره ايه التدريب الجماعي، يعني يمكن لسه قدامه فتره وكده، وان شاء الله الجهاز الفني هيشوف الموعد المناسب ويدخله في التدريبات الجماعيه مع بقيه الفريق باذن الله. طيب محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هل الثلاثه بينزلوا بيعملوا تدريبات فرديه في ارضيه الملعب ولا في برنامج تاهيلي خاص داخل الجيم؟ لا، في برنامج تاهيلي خاص باستثناء محمد محمود اللي على فترات بيبقى متواجد بيعمل تمرينات تاهيليه داخل الملعب، لكن سعد سمير او كريم نيدفيد لسه لم ينزلوا ارض الملعب لحد دلوقتي. محمد محمود اللي على فترات بيؤدي بعض التمرينات الاستشفائيه حوالين الملعب. الفريق كله النهارده كان يعني زي ما بنقول كان في اريحيه باينه على وجوه اللاعبين. وليد سليمان، أبشة، علي معلول كانوا ادائهم النهارده اكثر من رائع. كهربا يمكن بان انه مركز جدا، خلاص الايقاف اتشال فبقى في الصوره انه ممكن ان شاء الله يشارك في اي وقت ومتاح للجهاز الفني اشراكه في اي وقت. فتحس كهربا كمان كان باين عليه الفوقان او النهارده ان شاء الله المران. باذن الله. طيب في اي حاجه بكره التدريب صباحي والسفر للاسكندريه ولا الجهاز الفني هيشتغل بكره ازاي قبل السفر؟ التدريب بكره اخر التمرين اللي هي التدريب اللي هتبقى الخفيفه قبل الصف هتبقى الساعه 4 ان شاء الله بإذن وبعد الله. التمرين مباشره الفريق هيتوجه ان شاء الله للاسكندريه للمبيت فيها لملاقات الاسماعيلي ان شاء الله 8:30 مساء استاد برج العرب الاسكندريه مساء الجمعه ان شاء الله. ان شاء الله. محمد توفيق مراسل قناه الاهلي، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الاضافات وكل هذه المعلومات، كنت معانا بالتاكيد وتابعت وكنت حاضر في ملعب مختار التتش لمتابعه